لدى حضور سمو أهل الافتتاح للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر: إننا حرصنا اليوم على مشاركة أشقائنا في الإمارات بعيدهم الوطني، فهي مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، فأعيادنا وأفراحنا واحدة، ويجمعنا تاريخ زاخر بكل مشاعر المحبة والمودة. وأعرب سموه عن سعادته بمشاركة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في الاحتفال بالعيد الوطني، والتي تأتي كتأكيد على عمق روابط المحبة والتعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيرا سموه إلى أنها روابط وثيقة توارثناها عن الآباء والأجداد، وأصبحت تشكل نموذجا فريدا في العلاقات بين الأشقاء. وعبر سموه عن خالص تهانيه إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإخوانه من حكام الإمارات، مشيدا سموه بما تحققه الإمارات الشقيقة من إنجازات متواصلة في شتى المجالات. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد قام بزيارة إلى مقر إقامة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين، مشاركة من سموه للدولة الشقيقة في احتفالاتها باليوم الوطني 47، حيث كان في استقبال سموه سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة راسخة ومتميزة في ظل ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من روابط محبة وأخوة تاريخية. وأعرب سموه عن ارتياحه للمسار المتقدم الذي تشهده العلاقات البحرينية الإماراتية في كافة المجالات، معربا سموه عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون الثنائي الذي يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من تطور وازدهار وما وصلت إليه الدولة الشقيقة من نهضة حضارية وتنموية، قائلا سموه: هنيئا للأخوة في الإمارات بكل ما تحقق من إنجازات وتقدم كبير بعزم قيادتها الحكيمة وأبنائها. واستذكر سموه الدور الرائد الذي قام به المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى ما هي عليه الآن من نهضة وتطور في ظل ما كان يمتلكه رحمه الله من رؤى حكيمة ومواقف ستظل شاهدة أبد الدهر على قدرة أبناء الإمارات على تحقيق الإنجاز. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الداعمة والمساندة لمملكة البحرين في مختلف الظروف، والتي تجسد متانة ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة. من جانبه أعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تشريف سموه للحفل، معتبرا أن زيارة سموه الكريمة تعبر عن مشاعر المحبة والأخوة الصادقة التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والبحريني على الدوام، وتجسد بما يوليه سموه من اهتمام بكل ما يرتقي بعلاقات التعاون والمحبة بين البلدين. وأكد أن العلاقات البحرينية الإماراتية تتميز بتشعب أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنها تشهد نماء مستمرا بفضل رعاية واهتمام قيادتي البلدين الشقيقين.